مشاهدي الكرام، نحن الآن في الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالقرب من مفرق الجوف، حيث الجنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقومون الآن بتمشيط منطقة الفرضة، وهي ألسنة الدخان تتصاعد هناك نتيجة لقصف المدافع التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نلتقي هنا بأحد القادة الميدانيين للجيش الوطني ليطلعنا أكثر كيف تتم العمليات هنا بعد السيطرة على مفرق الجوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أفراد وضباط كثيبة المدفعية للواء 141 مشاه لإزناد قوات التحالف والجيش الوطني إن شاء الله على مشارف فرضة نهم ونقيل بن غيلاء، وقادم إلى صنعاء إن شاء الله، والآن من مشط المنطقة المطلة على جبال صنعاء بقوة المدفعية، والأفراد المشاه متقدمون في الأماء، وإن شاء الله نحن نطمئن أهالينا وأخواننا في العاصمة صنعاء بأن نحن اليوم هنا يوم الاثنين ويوم الاثنين القادم إن شاء الله، ونحن في ميدان 70، ونقول العفاش وأولاده وآله والحوثي وطواغيته وكلهم هؤلاء الطغاة، نحن قادمون إن شاء الله بقوة وبسالة. وقلنا في زامل، قلنا يا أصحاب هرادمة في الصحاري ظللي ذا الجيش وكوني رفيقه، وانت يا خط الاحتارش ومارب وسعوا للجيش يعبر طريقه، نقتحم صنعاء بمدفع وآلي نقتل الحوثي ومن هو حليفه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. إذن كما ترون مشاهدي الكرام، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أصبحوا على البوابة الشرقية لمحافظة صنعاء بعد أن الآن يدكون منطقة فرضة نهم، كما أيضا قد سيطروا على منطقة جبل الصلب وهو تابع أيضا لمحافظة لمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء. زين العابدين بن علي سهيل من الخطوط الأمامية للمقاومة الشعبية والجيش الوطني بمفرق الجوف. بالروح بالدم نبتدي.